الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سن بسنته واقتفى أثره لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني وإياكم من النار. مرحبا بالحضور الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وأن يقويكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى شيخنا الذي لبى هذه الدعوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يقويه وأن يرزقه صحة سليمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وما زلنا في هذه الدورة المباركة، هذه الدورة المباركة في فقه الأسرة، ونحن في اليوم الخامس. سيتكلم شيخنا الفاضل الشيخ يحيى المدغري عن مشكلات الزوجية وسوء العشرة، وما هي الأساليب النبوية في معالجة المشكلات النبوية، وما هي الأخطار التي تهدد البيوت والمجتمعات. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أشكر الله عز وجل الذي منحنا ووفقنا لهذا اللقاء، ووفق إخواننا في هذه الجمعية المباركة لهذا التنظيم المبارك المحكم المفيد إن شاء الله عز وجل، وأشكره أيضا على أن وفقهم لاختيار هذا الموضوع
القيم المهم الخطير الذي يبحث فيه من سبقنا ومن سيلحق بنا موضوع الأسرة وما يترتب من المشاكل أو على المشاكل الأسرية وما هي الأساليب لمعالجة هذه المشاكل. كل هذه الأمور لا شك أن إخواننا الذين سبقوا قد تعرضوا لبعض منها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنضع بعض معالم على هذا الطريق، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم الشكر موصول إليكم أيها الإخوة والأبناء على حضوركم وتحملكم، وأشكر أخواتي وبنياتي أيضا، كما أشكر نيابة عنكم إخوانا لنا هم في زيارتنا من الديار الفرنسية، وأعني بذلك فضيلة الشيخ قاسم الحفري والحاج فريد الذين زارونا بالأمس وهم ضيوف عندنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يجعل سفرهم هذا، وهم ما سافروا لرؤية والد ولا ولد، إنما جاءوا من فرنسا، تركوا إمامتهم وتركوا تجارتهم وتركوا أمورهم، جاءوا ليطلعوا على ما عندكم من الفقه، من العلم، من المعرفة، من جهود عن القرآن الكريم. هذا الذي أتى بهم. ثم وأنا كما ترون يعني كندور على هذا الكرسي هذا الدوار، تذكرت شيئا في الزمن الغابر، أيام يعني أيام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يعني باش شوية عليكم لأن السيد إبراهيم طول عليكم باش ما بديناش في الدرس. أتذكر أن رجلا من أهل اليمن، هذا الرجل أتى هاجر إلى بلاد الحرمين من زمن بعيد، فتزوج له زوجتين سعوديتين وأنجب مع يعني مع هذه وتلك. فلما بلغ أبناؤه يعني سن التمدرس، وهو ليست عنده الجنسية، والجنسية أن يحصل الإنسان على الجنسية في السعودية هذا أمر في غاية التعقيد. والزوجة الأولى والثانية سعوديات، فكان يراجع المصالح المختصة بهذا الأمر، وأخيرا أحالوه على أمير الرياض ثم وزير الداخلية الذي مات. فقال والله أنا رجل يمني مقيم في بلدكم أزيد من 50 سنة، وأبنائي الآن يضيعون، ليس عندهم لا حالة مدنية ولا كناش العائلة، أنا أريد جنسية أو على الأقل تعترفوا بأبنائي هذا حتى يدخلوا إلى المدارس. قال أنا أتيكم إلى محل الشاهد. قال له وزير الداخلية نايف اللي مات، قال ما الذي يثبت أو يثبت لنا أنك هنا في السعودية من 50 عاما وأهل يمن يدخلون بلا جوازات بلا ذلك؟ فقال والله أنا الذي يثبت أنني زوج لهاتين السيدتين، وأبنائي الآن ما شاء الله عندهم 14 و15 سنة. قال لا، لابد من شيء يثبت أنك كنت هنا قبل 50 سنة. والأمير وهذا وزير الداخلية ويكلم هذا الرجل اليمني بكرسي دوار هكذا. قال والله أنا لا أتذكر شيئا إلا أنني يوم أن جئت إلى مدينة الرياض كان أبوك الملك عبد العزيز يحكم بين الناس على كدية من الحجر، ما شاء الله هذاك الكرسي اللي كان دور عليه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أيها الأبناء والبنيات، الحديث عن الأسرة حديث ذو شجون، والحديث عن الحياة الزوجية كذلك. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الزواج نعمة من أجل النعم، ومنة من مننه سبحانه وتعالى على خلقه، جعل هذه النعمة دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، جعل هذه النعمة نعمة الزواج آية شاهدة على عظمته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى.
كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله سبحانه وتعالى أوجب على الأزواج حقوقا وواجبات على بعضهم البعض، فإذا حفظ الأزواج وحافظوا على هذه الحقوق والواجبات كان هذا الزواج نعمة، وكانوا أيضا من خيار عباد الله المؤمنين. للحديث الذي يرويه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا ترسم الزوجان طريق الكتاب والسنة وطريق الشريعة المطهرة، لا شك أن هذا الزواج سيكون من أجل نعم الله عز وجل عليهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي ذكرناها آنفا. وليكون الزواج كذلك أيها الإخوة والأخوات، لا بد من مراعاة هذه الحقوق والواجبات. وإن كان الأصل في الزواج، الأصل في الحياة الزوجية، أن هذه الحياة بين الزوج والزوجة ينبغي أن تقوم على الفضل لا على العدل، مش حق حقك، لا، على العدل، على الفضل، أن تقوم الحياة الزوجية على الفضل. لكن نقول لا بد من مراعاة هذه الحقوق والواجبات حتى تستقيم هذه الحياة الزوجية، حتى تستقيم هذه الحياة الزوجية. ونبدأ ببعض الحقوق إجمالا، وإلا في الحقوق والواجبات كثيرة. نبدأ بحق المرأة أو بحق الزوجة على الزوج. أبدأ بهذا الحق لأن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا إن حق الزوجة على الزوج أعظم من حق الزوج على الزوجة، حق الزوجة على زوجها أعظم من حق الزوج على زوجته. لما؟ قالوا لأن الزوج إذا وقع عليه الظلم من زوجته فعنده أبواب وعنده مسالك وعنده مخارج التي بسببها يرفع عنه هذا الأذى وهذا الظلم من زوجته، فممكن أن يهجرها، ممكن أن يبتعد عنها، ممكن أن يؤدبها، ممكن أن يفارقها، لكن الأمر يختلف بالنسبة إذا ما ظلمت أو وقع الظلم من الزوج على الزوجة. فإذا ظلمت الزوجة فلربما ضاق الأمر بالنسبة إليها، ضاق عليها الأمر وضاقت عليها الدنيا بما رحبت، فلم ينصفها زوجها ولم تجد أحدا ترفع إليه مظلمتها. فعندئذ احذر أيها الزوج، احذر كل الحذر، إذا أغلقت الأبواب عن زوجتك حتى لا تشكوك إلى يعني حتى لا يعرف أحد مظلمتك أو مظلمتها، احذر عندئذ أن تتوجه إلى رافع السماء بلا عمد، أن تدعوك وأن تشكوك إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تقرؤون القرآن الكريم وتجدون أن في هذا الكتاب العظيم سورة اسمها سورة المجادلة أو المجادلة،
هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها أنه سمع شكوى امرأة من فوق سبع سماوات. هذه المرأة كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه الإمام البخاري معلقا عن الأعمش، تقول عائشة رضي الله عنها: إني لمن وراء الستر يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات. أتت هذه المرأة خولة بن ثعلبة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه أمر زوجها أوس بن الصامت. تقول عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو إليها أمر زوجها، فتقول: يا رسول الله، إلى الله أشكو أوس بن الصامت، إلى الله أشكو أوس بن الصامت. قال: ما ذاك يا خولة؟ قال: أكل شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت سني ظاهر مني. أكل شبابي وعصبي ولحمي ونثرت له بطني، أي وضعت له أبنائي، ولدت له أبناءه أولاده، فلما بلغت سن اليأس أصبحت غير مرغوب فيها، لا يعني لا للمعاشرة ولا للولادة، كبرت سني، لما كبرت سني ظاهر مني. قال لي: أنت علي كظهر أمي، أي أنت حرام علي كزوجة، أعاملك كما أعامل أمي ولا أعاملك كما أعامل زوجتي. الله سبحانه وتعالى سمع شكواها من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وسبحان الله، هذه الآية جاءت بعدة مؤكدات. ذكرت أن الله عز وجل اطلع على أمرها وسمع إلى شكواها، تارة بالفعل الماضي، وتارة بالفعل المضارع، وتارة بالجملة الإسمية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فلذلك قال العلماء: حق المرأة أعظم من حق الرجل. فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يكون هذا الزوج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في بيته، بمعنى أن يعلمها أمور دينها، أن يتعاون معها على دينها أولا. فلذلك عندما يأتي أحد الشباب، كنت مرة في طنجة مع بعض الفضلاء فصلينا خلف إمام فاضل، فلما أقيمت له الصلاة قال: سووا صفوفكم وسووا هواتفكم. فنسوي إن شاء الله، أنا باش ما نسويش أنا خليته قاعد في السيارة. الله يجزيكم بخير. فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها أمر دينها، أن يتعاون معها على أمر دينها. أنا والله أذكر يوم أن جاء يعني من يخطب بنيتي الوحيدة، فقال: ماذا تشتريت يا شيخانا يا كذا، يا ماذا تشتريت من المهر من كذا؟ قال: أشتريت شيئا واحدا فقط، أن تعينها على أمر دينها. والله يجزيك. وكان الذي وثق العهد والفقيس أحمد المرابط وأخذ حضر عندكم وهو يشهد على هذا. قلت: شرط الوحيد أن تكون لها عونا على دينها، أن تعينها على دينها، أن تثبتها إن رأيتها على خير، إن رأيتها على خير في بيتك أن تشكرها، أن تثبتها، أن ترغبها في الاستزادة من ذلك الخير.
أن لا يكون الزوج فقط له مناظر أو نظارات سوداء يتتبع فقط العورات، يتتبع فقط النقائص، فلا بد أن يشكرها إن أحسنت، ولا شك أنها تحسن في أمور كثيرة وكثيرة جدا. فإن هذا الشكر وهذا المدح وهذا التثبيت يقع منها بمكان، يقع منها بمكان. هذا هو الحق الأول، وهذا ما يشير إليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بما تكون الوقاية؟ بالتعليم وبالتربية، وبالتربية وبالتوجيه وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنا أتعجب حقيقة أن يتزوج عبد الله المسلم أمة الله المسلمة فتبقى معه 10 سنوات 5 سنوات 20 سنة ولا يحفظها فاتحة الكتاب. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. لا بد أن يعلمها، لا بد أن يؤدبها، أن يربيها، فيكون معينا لها على أمر دينها. فهذا أعظم الحقوق، أعظم الحقوق. ثم الحق الثاني يعني من حقوق يعني الزوجة على زوجها الإنفاق، حق النفقة، هذا واجب على الزوج لقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الآية فيها أمران: الأمر الأول وجوب الإنفاق، فلينفق، وجوب الإنفاق، النفقة على الرجل لا على المرأة. والأمر الثاني أن تكون النفقة بقدر أو بحسب المنفق. فإذا كان الزوج غنيا فنفقته نفقة الغني، نفقته نفقة الغني، وإن كان فقيرا فنفقته نفقة الفقير. وها هنا ينبغي للزوجة أيضا أن تتقي الله عز وجل في زوجها، أن لا تحمله ما لا يطيق، أن لا تكلفه أن ينفق عليها كما ينفق فلان اللي عنده دخل واسع وكبير وضخم. هي تريد أن تتساوى مع جارتها أو مع خالتها أو مع عمتها أو مع أختها الميسورة، ميسورة الحال. فلينفق ذو سعة من سعته، كل ينفق من كيسه، وعلى قدر بساطي مددت رجلي. والإنسان فوق طاقته لا يكلف، لكن لها هذا الحق، حق النفقة، أن ينفق عليها. والحق الثالث، وأنا أتكلم بإجمال، الحق الثالث أن لا يعنف إن بدا لها أو إن بدا من هذه الزوجة بعض الأخطاء وأراد أن يوجهها وأن يؤدبها. فبلا تجريح دون أن يستعمل الكلمات النابية، الكلمات التي تؤثر فتترك جرحا لا يندمل إلا أن يشاء الله في القلب، وأن لا يوجه لها كلاما يجرح عواطفها ويجرح كرامتها، بأن يعيرها مثلا بأنها لا تنجب، بأنها عاقر، أو لأنها لا تنجب إلا الإناث.
فبعض الناس إذا أنجبت، وهذا يوجد بكثرة، يعرض علينا هذا الأمر بكثرة للأسف الشديد، بعض الناس إذا وضعت زوجته بنية أنثى يكون حاله والعياذ بالله كالحال التي ذكرها الله عز وجل في معرض الذم وفي معرض الإنكار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يوجد إلى الآن في مجتمعنا نماذج من هذه، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يتحاشى ملاقة الجيران والإخوان والخلان والأحباب من سوء ما بشر به. وينسى هذا الجاهل أن أمر الخلق ليس إلى الخلق، وإنما أمر الخلق إلى من قال في كتابه عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فذكر الله عز وجل في معرض الامتنان على عبيده وخلقه أول ما ذكر الإناث، يهب لمن يشاء إناثا. ولذلك قرأت في قديما في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى. شوف سبحان الله كيف الأمور معكوسة. من يمن المرأة، من الفال الحسن لهذه المرأة أن تبكر لك يا زوجها، أي أن تلد أول ما تلد أنثى. من يمن المرأة أن تبكر بالأنثى. فلذلك ذكر الله عز وجل في معرض الامتناء أول ما ذكر الإناث. وأذكر مرة وكنا جالسا عند شيخنا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وهو يتكلم وقد رزقه الله البنات، فقال: أنا أفتخر والله يعني في 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 يعني في جمع من طلبة العلم في المدينة، قال: أنا أفتخر بأنني من الصنف الذين بدأ الله عز وجل بهم في معرض الامتنان، وهب لله البنات، فبدأ الله عز وجل بهذا الصنف: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكور وإناث ويجعل من يشاء عقيمة. فلا اعتراض على قضاء الله وقدره، هذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هناك رجل ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله، كان يكنى بأبي حمزة، وأبو حمزة هذا كانت زوجته لا تلد إلا الإناث أنثى بعد أنثى، فغضب منها وتزوج زوجة أخرى ولم يعد يدخل إليها، ويعني ابتعد عنها وهجرها، وكان لا يدخل ولا يلج إلا البيت الجديد عند الزوجة الجديدة. ومرة جلست هذه المرأة أم البنات جلست عند باب بيتها، فإذا بزوجها أبي حمزة هذا يأتي ويعطيها من الظهر ويدخل بيت ضرتها الزوجة الجديدة، فعاتبته بهذه الأبيات، نادته فقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، فوالله ليس هذا بعيب فينا،
إنما نحن كالأرض للزارعين نخرج ما قد يوضع فينا. ما هذا الرجل أحمق هذا؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا، لا فقط يذهب إلى المرأة الجديدة يعني إلى الزوجة الثانية، ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا بجارتنا، غضبان ألا نلد البنين، كل جريمتي وجريرتي أني لم ألد له البنات، غضبان ألا نلد البنين، فهذا ليس بعيب فينا، إنما نحن أي النساء إنما نحن كالأرض للزارعين. الأرض يعني إذا حطيت فيها الفريدة واش تخرج لك؟ يعني ما شغل تخرج لك الفريدة، تخرج شيء الخرطان ولا الدرا ولا هذا. إنما نحن كالأرض للزارعين ننبت ما قد يوضع أو ما قد نعم ما قد يوضع فينا، نخرج ما قد يوضع فينا، فلا اعتراض على أمر الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، يعني هذه يعني بالإجمال يعني بعض الحقوق المترتبة على الزوج لزوجته، وكذلك هناك حقوق للزوج على زوجته، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكل حق يقابله واجب. خذوا هذا على الإطلاق، ما من حق ترى أنك في أن لك فيه نصيب إلا ويقابله واجب ينبغي أن تقوم به. فمن حقوق الزوج أيضا على زوجته الطاعة، أن تطيع زوجها، فطاعة الزوج واجبة ومقدمة على طاعة الولد والوالد والأخ والأم وغير ذلك، إلا أن هذه الطاعة كما تعلمون ليست على إطلاقها، فالطاعة المطلقة هي لله وحده سبحانه وتعالى، أما طاعة الخلق فهي مقيدة. طاعة الوالدين، طاعة الوالدين واجبة، لكن هل المطلقة؟ لا، ليست مقيدة. فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم تطيعهما؟ لا، لا تطيعهما، إذن هذه الطاعة مقيدة. فكذلك الزوج إن أمر زوجته في حدود ودائرة طاعة الله عز وجل وجب على المرأة أن تطيعه، وإن أمرها بمعصية الله عز وجل أو مما يؤدي إلى معصية الله سبحانه وتعالى، فالقاعدة الأصولية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن الحقوق أيضا التي هي على الزوجات للأزواج أن تحفظه، أن تحفظ زوجها في ماله، في عرضه، في أولاده. نحن نعلم بارك الله فيكم أن الزوجة هي دائما أو على الأرجح هي التي تستقر في البيت أكثر من زوجها، فالزوج إما في وظيفته إما في تجارته إما مسافر إما وإما، فهي التي تبقى في بيته في غيبته مع أولاده، فأولاده وعرضه وبيته وماله أمانة في عنق هذه الزوجة، فهي راعية في بيت زوجها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنها أن الزوج راعي والزوجة راعية وكل راعي، فعليها أن تقوم بهذه المهمة، أن تحفظ زوجها في غيبته في عرضه، لا تدخل أحدا إلى بيته وإلى منزله دون رضاه وفي غيبته، وينبغي أن تقوم بواجب التأديب للأبناء، تربي أبناءها وتؤدب أبناءها، وكل ما تراه أن من شأنه أن يغضب زوجها أو أن لا يرضى بذلك فلا تمتنع عنه، لا تأتيه ولا تفعله، فهذا حق زوجها أن تحفظه في غيبته وفي أبنائه.
ومن حق الزوج على زوجته حق المؤازرة والمناصرة، حق المؤازرة والمناصرة. بمعنى إذا كنت أنا مثلا ميسور الحال، أمور ميسرة، فإن زوجتي تكون معي كما يقال سمن على عسل، لكن سبحان مبدل الأحوال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ودوام الحال من المحال. إذا تغير الحال فكان هذا الزوج مثلا الموظف الذي كان راتبه يعني ما شاء الله، ثم بعد التقاعد أو بعض أمور أو مشكلات في التجارة أو تقلص الدخل، فلا ينبغي أن تطالب بما كان يأتي يعني به هذا الزوج يعني يوم أن كان الدخل وافرا. ينبغي أن تقدر هذا الأمر، أن تؤازره في حالة الشدة، أن لا تطالبه وأن لا تهينه، لأن الزوج إذا فقد المدخول الذي كان مألوفا عند الزوجة ثم هي تصر على أن يكون المدخول والمعيشة نفس المعيشة التي كانت يعني قبل ذلك، فهذا تحمل الزوج فيه ما لا يطيق، بل وقد تكون سببا إلى أن ينحرف عن الحلال إلى الحرام والعياذ بالله ليلبي لها متطلباتها. فلا بد أن تؤازره ولا بد أن تناصره في حال الشدة. والنموذج العظيم عندنا هو نموذج خديجة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين خديجة النورانية، يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم هبط من غار حراء وقد نزل عليه الوحي وقد هبط عليه جبريل، جاء إلى خديجة إلى الجبهة الداخلية. ما أحوج المسلم أن تكون له جبهات، جبهة داخلية وجبهة خارجية. أتى إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، كما تعلمون من دروس السيرة، أي غطوني غطوني. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أن بداية نزول الوحي كما يقول المؤرخون والعلم عند الله أنه بين شهر 7 وشهر 8، يعني في السمايم في فصل الصيف. في هذا الفصل تتحول بطاح مكة وأرض مكة صلى الله العافية إلى نار تتلظى، ومع ذلك يقول زملوني زملوني، برودة شديدة عجيبة من هول ما رأى ومن شدة ما لاقى، زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع، وهناك عندنا في اللغة العربية فرق في الروع والروع، الروع بتسكين الواو المقصود به الخوف، المذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما الروع فهو القلب، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد نفث روح القدس، أي جبريل عليه الصلاة والسلام نفث روح القدس في روعي أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها. قال فلما ذهب عنه الروع أي الخوف عليه الصلاة والسلام قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، خفت على نفسي، خشيت على نفسي من الجنون، لقد خشيت. وهذه العبارة عند علماء اللغة العربية يعني فيه عدة مؤكدات، لقد خشيت على نفسي، واللام هنا توطئة لقسم مقدر، ماشي غير هنا، كان انا قد خشيت على نفسي، كان في لقد وكان في لائين و ولأفعلن، كما قال ابن مالك في الألفية، واللام في لأفعلن ولقد ولئن للقسم قبل يعتمد، التقدير يعني هنا اللام هنا توطئة لقسم مقدر، والتقدير والله قد خشيت على نفسي يا خديجة، خفت على نفسي مما وقع لي أن أجن
انظروا الآن إلى دور المرأة الصالحة، إلى الجبهة الداخلية، إلى المؤازرة والمناصرة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا أبدا. ومما يعني من أين لها أن تعرف أنه لن يتعرض للخزي؟ لأنها نظرت في خلاله وخصاله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فقاست. وكأن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أرادت أن تقول: حاشا أبدا يا رسول الله، حاشا يا محمد أن يكون الرجل يحمل هذه الخلال وهذه الخصال وهذه الأخلاق ويتعرض للخزي أبدا. لما؟ إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتصل وتعين على نوائب الحق. من اجتمعت هذه الخصال يستحيل أن يتعرض للخزي أبدا. كلا والله لا يخزيك أبدا. تصوروا معي، اسبحوا معي بخيالكم وأنت أتيت ضعيفا مقهورا إلى زوجتك ثم بثت فيك هذه الروح: كلا أبدا، لا تخف يا زوجي، والله لا يخزيك الله أبدا، إن شاء الله ستتفوق في هذا الامتحان، ستجتاز هذه المحنة، ستفعل ستفعل ستفعل. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وزاده يعني اطمئنانا طمأنه على أن الذي رآه ليس من الجن ولا من الشياطين ولا من المرضى، فقال: هذا هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وجبريل في لغة العبرانيين في اللغة القديمة، يعني كانوا يسمونه بالناموس، وعندنا الناموس والجاسوس، اسمان متضادان متناقضان، الناموس يأتي بالخير والجاسوس عارفين. فمن حق الزوج على زوجته أن تناصره، أن تؤازره، أن تقف معه في المحن، أن تكون صابرة، تحتسب عند الله عز وجل، تحتسب عند الله عز وجل راحة زوجها ورضا زوجها، يعني تتقرب إلى الله عز وجل برضا الزوج وبراحة الزوج إلى الله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك ما عند الله عز وجل. وأنتم تعلمون أو بعضكم على الأقل يعلم قصة أم سليم يوم أن مات ولدها وزوجها أبو طلحة في الغابة، تصوروا، ترك ولده مريضا فذهب إلى الغابة كعادة الأعراب في المدينة، ذهب إلى القنص وتوفي ولده بعد العصر، فأخذته أمه، أم سليم، وهي أم في نفس الوقت أم 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 أنس بن مالك، أخذته أمه إلى ركن من أركان البيت وغطته، ثم انتظرت زوجها أبا طلحة حتى قدم من الغابة، فقدمت له عشاءه، ثم تهيأت له وتزينت له، ثم قدمت نفسها له بعد أن سألها: كيف حال ولدنا؟ فقالت: والله هو على خير، ما مر عليه أفضل من هذا اليوم منذ أن أصيب، وهي صادقة، أجابته بالكناية، يعني معمودة على شنها من نهار شي ساعة من نهار اللي مرض حتى الآن أحسن هذه الساعة، لأنه بجوار الله، مات، انتقل إلى رحمة الله. ثم لما تعشى تناول عشاءه، ثم أصاب منها عاشرها معاشرة الأزواج تلك الليلة، وقبيل الفجر قالت له: قم يا أبا طلحة واغتسل، ولتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتجهز ولدك، فقد فإنه عارية وقد استردها صاحبها. صاحبها استرد أمانة من الله عز وجل، استرد هذه العارية. فبدأ أبو طلحة يضرب أخماس في أسداس: كيف تفعلين بي ما تفعلين، وأمهلتيني حتى تلطخت يدي بك، ثم تخبريني بأن ولدي قد مات، والله لا أرفعن أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصبح وأخبره،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بأنه بعاشرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ودعا هذه الدعوة التي وافقت باب القدر وباب الاستجابة، فقال: بورك لكما في ليلتكما، أي بارك الله لكما في ليلتكما وفي جماعكما وفي معاشرتكما. ماذا وقع؟ وقع أن هذه المرأة أنجبت لأبي طلحة 7، يقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه، يقول أنجبت 7 من الذكور جميعا يحفظون القرآن الكريم، جميعا يحفظون القرآن الكريم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ببركة وفضل صبر هذه الصحابية العظيمة التي صبرت واحتسبت. ونحن نعلم أن المرأة أشد عاطفة من زوجها، ومع ذلك احتسبت مصيبتها، احتسبت موت ولدها لتطيع زوجها ولتدخل الراحة والطمأنينة على قلب زوجها. هذه من المؤازرة ومن المناصرة. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أن تتزين له. الشيخ قاسم من فرنسا، ماذا عندك الجواب على هذا؟ نجيب لكم من فرنسا. كنت في الشهر الماضي في رحلة دعوية في أوروبا، ومرت على الإخوان في فرنسا، فذهب بالشيخ قاسم إلى 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 مسجد من المساجد، وكان هناك يعني كلام، كان هناك كلام مع الإخوان ديالنا هناك، فكان من جوة ما كان كلام عن الأسرة وهذا، حتى مرينا في حقوق على يعني على حقوق الأزواج فيما بينهم، وذكرنا يعني أن الزوجة ينبغي أن تتزين لزوجها ولا ينبغي أن تتزين لغيره كما يفعل الكثير يعني من نسائنا. فالكثير من النساء الرجل يتعب ويشقى ويشري القفاطن ويشري التحزيمة ويشري الخواتم ويشري الذهب ويشري الدبالج ويشري كل شيء يشريه، لكن لا أبدا يعني لا يستفيد من ذلك، لا يتمتع به. ذاك الشيء في الصندوق وهذا وفي المقبور، واقتاش غادي يبان ذاك الشيء؟ نهار اللي كيعرضنا الشيخ ابراهيم يقول لك اجي راه عندي العرس ولا عندي العقيقه ولا عندي هذا، ذاك الساعه كتخرج ذاك الشيء كله وكيولي الزوج المنكوب، استسمح من الاخوات يعني، الزوج المنكوب ساعه هو عند الباب وينتظر وهي امام المراه كتقد في راسها وتخرج من هن يعني من ولا تخرج من دار الله وكأنها عروس في ليلة دخلتها، والمعترض يرفع يده. هذا هو واقعنا الأليم. أنا ذكرت مثل هذه الأمور لإخواننا في فرنسا، فلما جاء الشيخ هذا الأسبوع قال لي: يا ود راني كنت بعد 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 عودتك إلى المغرب ذهبت لزيارة هؤلاء الإخوان في تلك المدينة. قال لي وأخذ بيدي بعض الإخوان اللي كانوا موجودين حاضرين الدرس، وعنده طفل صغير عنده 10 سنين، وكان عندهم واحد المناسبة ديال الزواج، وشاف كان حضر الدرس سبحان الله العظيم، قال لك وشاف أمه كتزين وكتجمل ما خلات شيء يعني إلا يعني تزينت به. قال لك وجا قدام أمها، هذا ولد صغير وكان حضر معنا الدرس، قال لك شاف فيها هكا، قال لها اسمحوا لي مع عشان فرنسية أنا استقيتها منه، قالوا ما 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 قالوا أنت يا بال يعني أنت جميلة يعني أمي بال يعني بال ولا بال والمشاء جميلة وياك يعني أنت جميلة. قالت له علاش؟ قالت له الشيخ ذاك النهار اللي جا من المغرب نبه على هذه المسألة، كيف أنت دائما في الدار كتكوني يعني كل شيء يعني محطمة يعني الشعر يعني أشعث أغبر طلعه كأنه رؤوس الشياطين، والآن خارجة العرس كأنك عروس. هذا راه قال لنا الشيخ ذاك النهار. فجاء أبو هذا الطفل هذا قال: سلم على الشيخ وبلغه ما قاله ولدي يعني لأمه. الشاهد عندنا يعني أن هذا الأمر غفلنا عنه كثيرا، ماشي غير النساء، حتى احنا. لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتجمل وأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين وتتجمل لي، أما أن أريد من زوجتي أن تتجمل لي وأن تتزين لي، وهذا حق واجب، ولكن أنا نبقى بالحياة ديالي 20 يوم ما كنغسلها شيء،
كما قلنا أشعث أغبر كأنه جاي الإنسان يعني من من من, من أندونيسيا على رجليه ولا كذا، هذا لا يليق. كما قلنا يعني في المكان الحقرة هناك واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويعني على كل حال تحملوني، فأنا أشتق لأولادي والأبنائي والإخوان ديالي وهذا. على كل حال مرة كان عندنا درس في القرية قديما، هذا كان عندي درس في القرية فتكلمت، وكان بعد الكلام أسئلة، من جملة الأسئلة ورقة وردت إلي وفيها يعني السؤال عن حكم تعاطي هذا الهم، هذا اسمه التلفيحة. فتكلمت بما فتح الله علي يومها، ورأيت أنه من الحق وأنه لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يتعاطى يعني هذه يعني هذه العشبة هذه وكذا. يعني ذكرت كلام أهل العلم إلى غير ذلك، ليس هذا أوان يعني ذكره مرة أخرى. ف يعني وقام شي واحد وكيناقشني وسط الناس، ما بغاش، تصرت له بأن ذاك الشيء ما خصوش يديره. فقلت له شوف الله يجزك بخير، قلت له أنت متزوج؟ قال لي نعم متزوج. قلت له الآن تعدني بشيء وتطبقه؟ قال لي نعم الفقيه. قلت له شوف، إذا رجعت الآن بعد الدرس بعد العشاء مباشرة وذهبت إلى بيتك، أعطي العهد للزوجة ديالك باش تصرحك، قل يا شوف لك من الله عهد وميثاق أن لا أؤذيك أبدا مهما كان جوابك ومهما كان رأيك فيما أقوله لك، راه عليك عاد الله من اذيك ما والو، غير قولي لي انا غنقول لك واحد الكلمه انت جاوبيني عليها بكل تلقائيه وراه ما غاديش ناذيك بها. قالت له شنو هي؟ قال بالله عليك هذيك طابه وهذيك التلفيحه اللي كنديرها كيف كتجيك؟ واش كتعجبك؟ واش كذا؟ والمراه عندها الولد يلا تولد عندها شي 40 يوم وهذا قبل يكونوا هذ ليكوش وسميت وهذا. قالت له اما وقد اعطيتني العهد فحسبي الله ونعم الوكيل عليك. ما حلتي الخروقك ولا حليتي خروق ولدك. ما حلتي ذاك الساعه قبل هذا اللي حطوها بحال هذا قبل هذا الشيء هذا، ما حلتي ذاك الخروق ديالك اللي كتستعملهم يوميا نصبنهم، ولا حلتي الخروق لولدك اللي يوميا اللي كننظفهم. وكان الرجل صادقا ورجع الي بعد فتره وقال يعني حكى لي هذا، وكان هيك يعني كانت هذه الحاله هي حد فاصل بينه وبين تعاطي يعني تلك الحاله. الشاهد عندي هنا اننا اذا طلبت الزوجه ان تتزين لي فلا بد ايضا ان اقابلها بنفس الامر، ان اتزين لها، ان اتجمل لها وان اتزين لها حتى لا ينسحب الكلام ذو شجون. لكن انتقل فاقول البيت، بيت الزوجية، ذكرنا هذه الأمور، لماذا الإنسان ينبغي أن يحافظ على هذه الواجبات وعلى هذه الحقوق فيما بينهم الأزواج حتى لا تقع المشاكل، حتى وإن المشاكل هي واقعة وحاصلة، لأننا لو نظرنا إلى أطهر بيت على وجه الدنيا هو بيت حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنه كانت فيه مشكلات، بل ظهرت فيه مشاكل من الحجم العظيم كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل ذلك. وسنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه النبوي عالج هذه المشاكل. سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم واجهته مشاكل في حياته الزوجية التي مست حياته الخاصة، ومع ذلك كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك مشاكل تقع في البيت في الحياة الزوجية، لنخفف من وطأتها لابد من بعض الأمور، لأن أكثر الأمور والأسباب التي تؤدي إلى الحياة الزوجية حسب ما يعني الخبرة وحسب التجربة هو ذلكم التسرع وعدم الاختيار الكافي لشريك الحياة. يتسرع الإنسان في اختيار الزوجة أو تتسرع المرأة الزوجة في اختيار زوجها، فبعد ذلك تكون يعني المشاكل
التي يتعذر حلها ويتعذر يعني الخروج منها. لأن هناك عندنا اعتبارات كثيرة وعندنا مسالك شتى لاختبار أو لاختيار الزوجات والأزواج. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من المعايير التي ينظر فيها أو بسببها ومن أجلها في الزواج كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. عندما يفكر الإنسان أنه يتزوج، يتزوج المرأة إما أنها غنية لمالها أو لأنها جميلة أو لأنها نسيبة ذات حسب ونسب أو لدينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علق على هذه المواصفات الثلاث، إنما علق على الوصف الأخير: فاظفر بذات الدين لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لصقت يداك بتراب الأرض. وهذا كناية عن البركة وعن الخير إن أنت تزوجت المتدينة. نعم، ليس معنى هذا أنك تتزوج المتدينة وما يخشى يعني تكون لا جميلة ولا غنية ولا لا لا، إن كانت جميلة ومعها الدين فبها ونعمت، خير على خير، حسيبة ونسيبة، بنت فلان وعلان وهذا ومعها دين، نعم جميلة، نعم غنية، نعم معها الدين. لأن الدين هو الذي يضبط لنا هذه الأوصاف، هو الذي يضبط لنا المال، وهو الذي يضبط لنا الجمال، وهو الذي يضبط لنا الحسب والنسب. أما إن تزوجتها من أجل مالها فقط والله ستهينك الحياة ديالها كلها، وهي شكون أنت؟ أنا اللي عملت بك، وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. لأن لابد من الدين الذي يضبط المال ويضبط أخلاقها حتى لا تتعالى عليك، ولا بد من الدين الذي يضبط الجمال. لو أخذتها جميلة وليس معها دين الذي يضبط هذا الجمال أيضا تهينك، تحق عليك كل مرة تنوض معك: خطبني فلان وولد فلان وعلان وهذا، وما رضيتش بهم ورضيت بك أنت. ولكن لو كان عندها الدين وهذا ما تخش هالكلام هذا. ولو صح الحديث القائل: إياكم وخضراء الدمن، قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الجميلة في منبت السوء. لو صح هذا الحديث لاستدلت به، لكن معناه صحيح، معناه صحيح: إياكم وخضراء الدمن. وخضراء الدمن كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الجميلة في منبت السوء، تعجبك المرأة، تعجبك المرأة في قدها ونحرها وطولها وعرضها، لكن مثلها مثل تلكم النبتة الزهرة الوردة لكن فوق الزبالة أكرمكم الله، منبت سيء، لا تربية ولا أخلاق ولا توجيه. لماذا؟ لماذا التركيز على الدين؟ لأن كل هذه المواصفات زائلة، المواصفات هذه كلها الثلاثة زائلة. إن تزوجتها من أجل المال فالمال زائل، وإن تزوجتها من أجل الحسب فأبوها قائد ولا باشا ولا اللي بغى يكون هذا راه ميت، وإن تزوجتها من أجل جمالها فالجمال يذبل. تتزوج المرأة من أجل جمالها، الجمال ينتهي مع الولادة. المرأة اللي كان يعني كذا وكذا مواصفتها كذا، بمجرد أن تضع مولودها الأول فإن يعني الجسد يترهل وكذا، يذهب الجمال وتبقى القيم، تبقى القيم إن كانت عندها قيم. فلذلك أنت تحدد مصيرك، وكذلك الأخت كما سنرى، أنت تحدد مصيرك ومستقبلك مع زوجك ومع زوجتك في اليوم الذي تخرج من بيتك خاطبا. غنمشي ولاد فلان باش نخطب، أو يجوا ولاد فلان باش يخطبوا بنتي. حق الاختيار أن تختار. ولذلك لما قيل جاء رجل إلى مالك بن نبي رحمه الله فقال له: يا إمام، قال له: يا إمام، لقد رزقت ببنية فعلمني كيف أربيها. رزقني الله واحد البنيتة وبغيت نربيها، وأنت مرب من كبار المربين، كيف أربي هذه البنية؟ قال: كم عمرها؟ قال: سنة.
يلا عندها عام، قد لقد فاتك الخطاب، وعلى شكلة الآن ما يسمى بالربيع العربي، فاتك القطار. فاتك الخطاب بمعنى أن فاتك وقت التربية، وهي ما فات وقت التربية، لكن هذا الكلام من رجل مجرب خبير أراد أن يفهم السائل بأن التربية ينبغي أن تكون مبكرة قبل هذا بكثير. التربية المبكرة تدرون متى تبدأ؟ من النهار اللي غادي تمشي باش تخطب بنت الناس تكون زوجة لك وشريكة لك في الحياة، ذاك النهار غادي تبدأ في التربية المبكرة لأبنائك، وتستعد لأن هذه الزوجة ستكون أما لأبنائك، فتنتخب لأبنائك أما من الصالحات. وكذلك الزوجة أيضا يعطى لها هذا الحق مشروع لها، ماشي من ولد تزوجه، لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في السنن: إذا أتاكم من ترضون دينه فخلقه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وهنا أضع علامة الاستفهام وعلامة التعجب، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، والواو هنا واو عطف، وحروف العطف تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، أي أن يكون الدين غير الخلق. لا نقول دخل الشيخ إبراهيم والشيخ إبراهيم، لا، لا يتأتى، لا يستقيم في اللسان العربي، دخل الشيخ إبراهيم والشيخ إسماعيل، لكن أن نقول هنا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه معنى أن الأمر مغاير، مع العلم أن الخلق هو الدين والدين هو الخلق. صوام قوام، يصوم الفرض والنفل ويصلي الفرض والنفل، لكن أخلاقه جافة، دائما جمع هذه هنا. إذا جاء عندي ما نزوجوش بنتي، نقول الله يجزيك بخير مشيتي القيام الليل ادعي معايا شي دعوة صالحة، ولكن بنتي ما نزوجهاش لك. نعم العبد لربه، ولكن أخلاقه مع خلق الله عز وجل غير مرضية. فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، أن يكون مع الدين الخلق. إذا جاء فقط من عنده دين وليس عنده خلق لا تزوجه، وخق لك أنا صائم وأنا فقيه وأنا إمام وأنا مؤذن وأنا يحيى المدغري ولا شي حاجة أخرى، ما تزوجوش، ما تزوجوش، إلا أن يكون هناك خلق. الخلق دينه هو خلقه، وهذا يوجد والله. علمتنا، لا أقول علمتنا هذه الدعوة المباركة أن الناس نماذج، أن الناس نماذج وأشكال. يوجد من الناس من يكون مثلا في مجلس المبارك كهذا يضحك ويضحك، كله بسمة كله ابتسامة، لكن إن دخل إلى بيته، إن عاد إلى أهله خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، إن دخل في البيت واسمعوا أهل البيت أن تحط السلوت في الباب، اللي كان واقف يجلس واللي كان يجلس يتكى واللي كان تكيت في الضوء، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لا، لا ينبغي هذا، وهذا موجود، هذا موجود والله. سئلت قبل ثلاثة أيام، قبل ثلاث ليالي بالهاتف هكذا، تقول هذه السائلة: والله الذي لا، هكذا قالت هي، قالت: والله الذي لا إله يا شيخ، أزيد من سنتين ولا ثلاثة الزوج ديالي وأنا أولادي كبار وكذا كيدخل، والله ما عمرنا سمعنا السلام ديالو هكذا، وزكت هذا بيمين الله، والله ما عفرنا ما عمرنا سمعنا قال السلام عليكم، على الأقل قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يعتبرنا من الأموات حتى ما كيقولها شيء، فهذا لا يليق. إذن لا بد من الدين والخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، زوج ابنتك أو موليتك، إلا تفعلوا، أي إذا امتنع أولياء الأمور عن تزويج البنات من الأكفاء من أصحاب الدين والخلق، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم ماذا؟ كيف يتعامل المسلم مع
هذه المشاكل الحتمية التي لا بد منها، أو كما جاء الإعلام في هذه المحاضرة أو في هذه الكلمة أو في هذه المداخلة، ما هي الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية، وهو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، به نقتدي. كيف أقتدي به؟ في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في كذا وفي كذا، ولا أقتدي به في حل مشاكل يعني بيتي وأهلي وزوجتي؟ أين القدوة؟ قدوة ناقصة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحفظ أو أن يستثني بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كل المشاكل. قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ولكن بما أنه هو الأسوة وهو القدوة السلوكية عليه الصلاة والسلام، أذن الله عز وجل لهذه المشاكل أن تقع حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معالجتها، طرق الحلول لهذه المشاكل التي تقع في أي بيت. من أساليبه عليه الصلاة والسلام في معالجة المشاكل الزوجية التي تقع في بيت الزوجية، كان ينوع عليه الصلاة والسلام كما جرت سنته في كل الأمور. كان ينوع، تارة يعالج هذه المشاكل بالابتسامة والدعابة، مشكلة عويصة يعالجها عليه الصلاة والسلام بالابتسامة والدعابة، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، يعني النوبة ديالها رضي الله عنها، وكان عنده ضيوف، جمع ضيف، والضيف يجمع على ضيف وعلى إيش؟ على أخر، ضيف جمعه ضيوف وجمعه أضياف وجمعه ضيفان وجمعه ضيف أيضا، الضيف جمع أيضا، هؤلاء ضيفي. كان عنده ضيفان أو ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فلما علمت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها بوجود هؤلاء الضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت مع جارية لها صحفة، يعني إناء قصعة أو إناء أو شيء من هذا، عليه فيه ثريد وعليه ضلع شاة للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما له ولضيوفه. فلما دخلت هذه الجارية إلى بيت عائشة رضي الله عنها، وبمجرد أن رأت أم المؤمنين عائشة هذه الجارية وبيدها هذا، يعني هذا الإناء فيه طعام، فورا ضربت على يدها فسقطت ووقعت هذه الصحفة وهذا الإناء على الأرض، فتكسرت وتحطمت وتناثر ما عليها من الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف. تصوروا هذا المنظر هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما عليه الصلاة والسلام، مبتسما، وجمع ذلك الطعام وهو يعتذر لضيفانه ولضيوفه، ويقول لهم غارت أمكم، وفي لفظ الحديث أمكم غاضبة. جمع هذا الطعام ثم قال إناء بإناء، أي أنت كسرت إناء زينب، سأعطيها إناءك أنت، الإناء يعني خاص بزينب، إناءك إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المسألة وانتهى الإشكال. تصوروا مع بارك الله فيكم لو أنتم عندي ضيوف، ثم يعني وقع ما وقع في بيت النبوة في بيتي أنا، وهرست الطعام قدامكم ولا هذا، وش نقول أنا، وش هذا شوهتيني ولا هذا، وش أنا عاد نتكلم مع الإخوان في سلا ولا مجد الأعظام ولا كذا ولا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشكل عويص وقع في بيتي، عالجه بابتسامة وبدعابة. غارت أمكم، أين هي؟ يعني هذا أمر بسيط متعلق بالنفس، هي غارت لأنها، لماذا يعني ذرتها هذه زينب رضي الله عن الجميع، يعني ترسل بي يعني بطعامها في ليلتي أو في يومي أو في كذا، شيء من هذا، يعني حظ النفس عند النساء هذه جبلية،
وضعها الله عز وجل في النساء، وتارة يعالج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من المشكلات في بيت الزوجية بالحوار، يتحاور مع زوجته بالحوار والإقناع. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيتها، كان في ليلة يعني في ليلتها، خرج من بيتها ليلا، خرج من بيتها ليلا، ثم بعد ذلك عاد إليها ليرى ماذا تصنع رضي الله عنها. فقال لما رجع إليها ألقاها يعني متغيرة، قال: أغيرت يا عائشة؟ وجدتك الغيرة؟ خفت أنني غنمشي عن شي وحدة من الأزواج ديال الآخرين؟ قالت عائشة رضي الله عنها، وهي منطقية، كانت منطقية مع نفسها، قالت: وكيف لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله؟ كيف لا أغار لا يغار مثلي على مثلك؟ حبيبان عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليها. قال: أو قد جاءك شيطانك؟ نشوف الحوار. أو قد جاءك شيطانك الذي يوسوس إليك بهذا؟ قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ وش معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: أو مع الناس؟ واحد في صحيح مسلم قال: أو مع الناس جميعا؟ قال: ومع الناس جميعا معهم شيطان. قال: أو معك أنت يا رسول الله وأنت معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله عز وجل مكنني منه حتى أسلم، إلا أن الله عز وجل مكنني منه حتى أسلم. فبهذا الحوار الهادئ المتوازن انتهى هذا الأمر، وأراح ما في قلبها، وارتاحت من جهته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان عند غيرها من يعني من أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقلنا كان ينوع أساليب العلاج، تارة أيضا يعالج المشاكل الزوجية التي تقع في بيته بالوعظ، بالوعظ يعظ ويذكر، بالوعظ والتذكير. ففي سنن الترمذي والحديث بسند الحسن رواه الترمذي رحمه الله تعالى أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، قالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني حسبك أنك تذكر صفية. صفية هي كانت قصيرة وقصيرة، يعني تنقصتها، كأنها تنقصتها لأنها قصيرة، صفية رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعظا، ما قش له الأمر هو كذا كدوزها، لا، يعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر إذا كان هناك تقصير من الزوجين أو من أحد الزوجين في حق من حقوق الله تعالى أو في حق من حقوق عباد الله سبحانه وتعالى. فلما قالت له حسبك، حسبك من صفية إنها كذا وكذا وكذا قصيرة وفعلة وفعلة، قال عليه الصلاة والسلام آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر: إنك يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قلت كلمة حسبتها هينة، لو مزجت بماء البحر هذه الكلمة لمزجته، أي لأثرت في 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 ماء البحر. وهي تحسب يعني أم المؤمنين عائشة تحسب أن هذه الكلمة لا ميزان لها، لا ميزان لها في ميزان الأعمال. كان بهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على يعني حل المشاكل التي تطرأ في بيت الزواج، وكان أحيانا وفي بعض الأحيان يعالج المشاكل الزوجية والتي تقع في بيت الزوجية بالصبر والتثبت والتحقيق قبل أن يصدر الحكم. وما أحوجنا، وبهذا أنهي الكلام، ما أحوجنا إلى مثل هذا الأسلوب. كان يعالج بعض المشاكل بالتروي وبالتثبت وبالتحقيق قبل أن يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. ومثال ذلك ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم
عند حادثة الإفك، عندما افترى المفترون، وعندما قذفها المنافقون بحادثة الإفك. هذه الحادثة كما ذكرت لكم في ثنايا الكلام كانت من أعوص المشاكل، بل من المشاكل التي زلزلت بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال العلماء عاش النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ما عاشه طول حياته، عاش شدة متناهية في هذا الشهر، يوم أن رميت أم المؤمنين حبيبته وزوجته في الدنيا والآخرة، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي هي أطهر من ماء السماء، قذفها المنافقون. عاش شهرا كم، ومن حكمة الحكيم، من حكمة علام الغيوب رب العالمين، أنه ما أنزل في ذلك الشهر كاملا ما أنزل آية يبرئها بها. شهر كامل للتمحيص، للابتلاء، فخاض الناس في هذا، خاض المنافقون، بل وقد انطلت هذه الفرية حتى على بعض المسلمين كحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وغيرهم. هذه المصيبة العظمى، هذه الفرية العظيمة التي تولى كبرها رأس المنافقين، شيخ المنافقين على الإطلاق، عبد الله بن أبي. والحادثة باختصار، يعني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرع بين نسائه، يعني يستعمل معهن القرعة الاستهام، وهذا من عدله بين أزواجه عليه صلوات الله وسلامه، فجاءت القرعة، وقعت القرعة على أم المؤمنين عائشة فخرجت معه. فلما رجع من غزوة بني المصطلق أو من بني المصطلق، في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني للراحة بالمعسكر، فاحتاجت أم المؤمنين عائشة أن تقضي بعض شأنها، فذهبت بعيدا على المعسكر. فلما أراد المعسكر أن يتحرك أتى الرجال الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الهودج. هذا هودج كان يوضع على البعير، على الناقة، وفيها يعني يجلس النسوة. تقول عائشة تحكي هذه القصة، فقال فحملوا هذا الهودج ولم يشعروا بخفته، لأنني يومئذ ما حملت اللحمة، كانت باقي صغيرة، فلم يتنبهوا بأنها ليست موجودة يعني في الهودج. فذهبوا وتحرك المعسكر، فلما عادت إلى مكان المعسكر ما وجدت أحدا، فنامت على على رمال الصحراء هناك، ظنا منها أنهم يعني عندما يفتقدونها سيعودون يبحثون عليها في المكان الذي كانوا فيه. قالت فكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه هو أحد خيار الصحابة رضي الله عليهم، الذي اتهمه المنافقون في عائشة رضي الله عن الجميع، كان قد تأخر لبعض شأنه. قال فلما أقبل وقد عرفني، قال وقد عرفني، كان يعرفني قبل الحجاب، قبل نزول آية الخمار وآية يعني ستر الوجه، قال وكان يعرفني قبل الحجاب. قال فلما عرفني استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأناخ لي ناقته، فركبتها عائشة أم المؤمنين ثم ساقها. قال والله الذي لا إله إلا ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلاما إلا لاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما أقبل صفوان بن المعطل على معسكر المسلمين وفوق ناقته أم المؤمنين جميعا عائشة رضي الله عنها، هنا تكلم المنافقون. قال عبد الله بن أبي وراه في الجهاد يحصر مع المجاهدين، قال هذا صفوان بن المعطل وعلى ناقته زوجة نبيكم، باتت معه وبات معها، والله لا نجت منه ولا نجا منه ولا نجا منها. هذا الكلام الخبيث. فهذا الكلام تداوله المنافقون ودخل في بيوت أهل المدينة، واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مرضت فيه عائشة رضي الله عنها، وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أهلها
يطببونها تمرض عندهم وهو ينتظر الفرج من السماء، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب فوق المنبر، تصوروا، يقول: أيها الناس، من يعذرني إلى رجل آذاني في أهلي وآذاني في رجل والله لا أعرف عنه إلا خيرا ولا أعرف عن أهلي إلا خيرا، من يعذرني في هذا الرجل؟ شكون يفكني من هذا الرجل هذا اللي آذاني بصوت بكلامه بلسانه، آذاني في زوجتي وأنا لا أعرف عنها إلا خيرا، آذاني في صاحبي صفوان بن المعطل لا أعلم عنه إلا خيرا. شوفوا الصبر، التثبت، التحري، وباستطاعته أن ينتقم من 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 أصحاب الإفك، من عبد الله بن أبي ومن معه ومن خاض معه، لكن كان يتحرى رضوان الله عليه شهر كامل. وهؤلاء المنافقون الذين اتهموه في عرضه، هم عارفوش كي يعملوا، اتهموه في عرضه حتى يقطعوا الطريق على دعوته، على رسالته. لأنه بارك الله فيكم، كيف سيقبل الناس على هذا الدين؟ كيف سيدخل الناس في دين الله أفواجا ومن يدعو إلى هذا الدين والذي يتولى الدعوة إلى هذا الدين متهم في عرضه، متهم في زوجته؟ كيف يقبل الناس على هذا الدين وهو متهم في عرضه؟ فلذلك هم ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا الإسلام في الصميم. بعد شهر كامل ينزل الوحي بتبرئة أم المؤمنين عائشة، شوفوا الصبر والتحري والتثبت، ينزل الصبر، ينزل الوحي وينزل القرآن في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي مجموعة منكم، ليسوا يهودا ولا نصارى، محسوبين على المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا يا آل أبي بكر، يا أبا بكر وأنت يا رسول الله وأنت يا عائشة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يرفع الله لكم بهذا الأذى وبهذا الابتلاء الدرجات، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي الذين تورطوا في هذا الأمر. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عبد الله بن أبي، شوف التأديب الذي أراد الله عز وجل أن يؤدبنا جميعا أيها الإخوة. لولا إذ سمعتموه أيها المؤمنون، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه القاعدة التي ينبغي أن نسير عليها، وهذا هذا المنهاج الذي ينبغي أن نسير، وهذا الشعار الذي ينبغي أن نرفعه مع بعضنا البعض مؤمنين ومؤمنات. لأن رجلا من المسلمين من الصحابة اسمه أبو قتادة، لما دخل إلى بيته قالت له زوجته أم قتادة، قالت له: يا أبا قتادة، أو ما سمعت ما يقال في أم المؤمنين عائشة؟ قال: وما يقال؟ قالوا: قيل فيها كيت وكيت وكيت، يتهمون فيها صفوان بن معطل. قال لها هذا الرجل: يا أم قتادة، أو كنت ترضين هذا لك؟ قال: أعوذ بالله، ما أعاذ الله، حاشا ما أعاذ الله. قال: فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، لا أم المؤمنين عائشة أطهر منك ومني. فهذا معنى قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني يقيسون هذا الأمر على أنفسهم. فإذا كنت أنت يا أم قتادة وأنت يا فلانة من المؤمنين والمؤمنات، إذا كنت لا ترضين هذا لنفسك وأنت دون تلك المرأة المتهمة، فكيف ترضينها لأم المؤمنين؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه. أسمع عنك كلاما لا ينبغي أن نصدق فيك هذا، ينبغي أولا أن أقيس ذلك الكلام. سمعت كلام على الشيخ إبراهيم، كلام لا يعجبني، أقيس ذلك الكلام عليه، يقول: وش ممكن أنت يعني أنا علي أنا ممكن أعمل هذاك العمل هذا يستقيم في منهجي، ممكن أن أقدم على هذا الكلام؟ لا، حاشا ما عاد الله، هذا كلام خبيث، لا أعوذ بالله. إذن الشيخ إبراهيم حاشا وما عاد الله أنه يعمل هذا،
لا بد أن نقيس هذه الأمور بأنفسنا نحن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيها الإخوة لعلي قد أطلت عليكم فأسمحكم وأعتذر لكم، وبارك الله فيكم أجمعين، وأحسن الله إليكم وأثابكم على صبركم جميعا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قولكم في قوله تعالى ولقد همت به وهم بهذا ولا رآه برهان ربه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فنحن نعلم أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كما وصفها الله عز وجل أنها أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن حكمة الله عز وجل في القرآن العظيم أن الأنبياء والرسل لم يجمع قصصهم في سورة واحدة، وإنما بثها في صور يعني متعددة، فتجد مثلا قصة موسى في سورة البقرة، وفي سورة آل عمران، وفي سورة طه، وفي سورة هود، وفي وغيرها من الصور، وكذلك نوح، وكذلك آدم، وكذلك زكريا، إلا يوسف عليه الصلاة والسلام فقد جمع الله قصته من أولها إلى آخرها في سورة واحدة، وسميت به هذه السورة، سورة يوسف. السؤال أن امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، دعته إلى الفاحشة، دعته إلى اقتراف الفاحشة، فالسؤال هنا ما هو توجيه قول الله عز وجل لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ لقد همت به أي أرادته، انتقلت من المراودة إلى الهم. المراودة غير الهم، المراودة يعني كلام معسول، ولذلك ذكر أهل العلم أن مما راودته ما راودت به يوسف أنه قالت له يا يوسف ما أجمل شعرك يا يوسف، فأجابها بقوله هو أول ما يتناثر في قبري بعد موتي، ما أجمل عينيك يا يوسف، قالت هما أول ما يسيل على خدي في قبري، ما أجمل كذا ما أجمل كذا، فكل ذلك كان يذكرها ويعظها لعلها أن ترعوي وأن تعود. ثم انتقلت من المراودة إلى الهم، والهم هو يكون في النفس، أي عزمت على تطبيق ما تراوده به، فلذلك تطبيقها لهذا الهم جاء بماذا؟ باستباقهما الباب، فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فهذا تنفيذ همها. أما يوسف عليه الصلاة والسلام الهم أيضا من حيث أنه يستطيع أن والعياذ بالله أن يقع بها، فهو يستطيع، فهو شاب، فهو في خلوة، فهو جميل وهي جميلة ذات منصب وجمال، المقتضى موجود، هم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهان ربه للعلماء فيه قولان، وليس من هذين القولين قول أصحاب الباطن والباطل، بعض يعني الباطنية من الصوفية وغيرهم يقولون هم بها بمعنى أنه جلس بين شعبها الأربع، أراد أن يبطش بها، فتراءت له صورة أبيه يعقوب، فلما تراءت له صورة أبيه يعقوب ولامه يعقوب أبوه هذا، فقام عنها وتركها لولا أن رأى برهان ربه، يقصدون به رؤية أبيه هنا في يعني خياله أو شيء من هذا، أو أنه جاء هكذا. هذه المسألة لو جئنا الآن، بارك الله فيكم، لو جئنا بأفسق الفساق على وجه الأرض، دعكم من أنبياء الله ورسوله وأهل الإيمان وأهله،
لو جئنا بأفسق الفسق على وجه الأرض وجاء إلى مثل إلى الفاحشة أو دعي إلى الفاحشة ثم رأى أباه لسقط مغشيا عليه ولا لا؟ يرى أباه أمامه وهو يريد أن يقع على امرأة لا تحل له، ممكن أن يواصل؟ لا يستطيع أن يواصل. فكيف يصدق مثل هذا الكلام في يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فهم بها أي بمقتضى، شوف كلام أهل العلم فيها، بمقتضى طبيعته البشرية هم أن يقع بها، لكن عصب بماذا؟ كونه رأى برهان ربه. برهان ربه إما برهان الضمير يعود على الله عز وجل، برهان ربه أنه رأى برهان ربه الذي نجاه من البئر والذي نجاه من يعني نجاه من المهالك ومن المفاوز، فتذكر نعمة الله عز وجل عليه فتراجع إلى الوراء. أو على القول الثاني للإمام القرطبي ومن وافقه، رأى برهان ربه، لولا أنه رأى برهان ربه أي برهان سيده أي خير سيده وإحسانه، فإن هذا الرجل الذي أتى به من يعني الذي اشتراه من السوق، فبدل أن يكون عبدا عنده وبدل أن يكون محله مع الرقيق ومع العبيد أدخله إلى قصره، بل وأمر زوجته أن تحسن إليه، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فحاشا يوسف عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يقابل هذا الإحسان من ذلكم الرجل بالخيانة، أن يخونه في عرضه وفي زوجته. فهذا هو يعني توجيه أهل العلم لهذه الآية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يجوز لشاب يريد الزواج بفتاة وهو لا يصلي وهو مصرا على الزواج كلاهما، هل يجوز لولي الأمر بالرفض؟ وشوف هما كيصليوش كتصلي لا هو نسأل الشباب، هو الحمد لله مسلم، أنت مسلم يا بني، لما لا تصلي؟ أنت يعني أنت يعني في العادة الحيض الحيض ولا نفاس ولا هذا، هذان هما المانعان. ما المانع أنك لا تصلي يا بني وأنت مسلم؟ ليس هناك مانع للرجل أنه لا يصلي إلا يعني إلا هذين المانعين. فيعني هذا الرجل أو هذا الشاب، ولعل هذه فرصة أن يكلم، أنت تريد يا بني أن تتزوج، هذه امرأة موحدة، هذه مسلمة وأنت مسلم، أنت مسلم، أنت من أهل القبلة وأنت من أهل الملة، ويوعظ ويذكر بأهمية الصلاة، وأن أن 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 هذه الصلاة من تركها حتى إذا كان شوف كثير من أهل العلم أن الزواج إذا كان قائما وإذا كان أحد الزوجين لا يصلي وأصر على ذلك، على ولي الأمر أن يفرق بينهما، عليه أن يفرق بينهما. الزواج قائم والأولاد كاينين، عاد مش عاد بغيت تزوج أنت ما كتصلي شيء. فها مثل هذا تريد أن تتزوج بنيتي، فأهلا وسهلا ومرحبا على أن تحافظ على الصلاة، وهذا هو الشرط، كما اشترطت نعم هذه نعود إليها، كما اشترطت أم سليم على أبي شو على أبي طلحة يوم أن جاء يخطبها بعد أن مات أبو أنس، وهو على الشرك، فقالت له امرأة حصيفة معاقلة، قالت له يا أبا طلحة لست بمن يرد، أنت كفء يعني فيك كفاءة، لكن كما تعلم لا أحل لك، أنا امرأة مسلمة وأنت على الشرك. فقال خذي ما شئت من مالي، قال لا أريد شيئا من مالك، من مالك، إنما تريد أن تتزوجني، لماذا لا تجعل صداقي ومهري أن تدخل في الإسلام؟ والرجل كان عاقلا وقبل دعوتها وقبل هذا الشرط، فدخل إلى الإسلام وحسن إسلامه وكان من أمره ما ذكرنا آنفا، والحمد لله رب العالمين. أما إن أصر على أنه لا يصلي لا يزوجه، لا يزوجه. بارك الله فيك. بعض الأبناء ينادون أبناءهم ببابا وماما، هذا يضحك ولا هذا مخالف لهذه السلام الصالح؟ باش كذا بابا وماما أنا أقول لك أعظم من هذه. كنت ولا لم نقش على فرنسا، لا بخير معانا غير ضربهم الحال، لا إيطاليا، وقعدت في إيطاليا هذه، كنت في ميلانو في اللقاء السنوي يعني في الشهر اللي داز،
فمن الأسئلة التي وردت مثل هذه انتهاء المحاضرة، أخونا المقدم هناك اعتلي سؤال، فيه السؤال شنو فيه؟ بعض الحجاج مغاربة ذهبوا إلى الحج، فلما كانوا في الطواف، كانوا في الطواف كان واحد الحاج من غيرهم يعني راكب على عربة لعذر عنده يعني يدفعوه بالعربة، فهذيك العربة من كان يدفعوها قاسوا هذا الأخ ديال الحاج المغربي المقيم في إيطاليا قاسوا في رجليه، فكأنه يعني ضروه في جبل هذا، بدل أن يقول الله ما هذا بقى يقول يا ربي ما كاين شيء، يا رافع السماوات يا رب الكعبة هو أمام الكعبة كيطوف، شنو قال؟ قال أي ماذونة. أنا ما عرفش هذا شنو ماذونة، لما قلت لذاك الأخ ترجم لي ماذونة قال لي قال يا العذراء، يعني ينادي على مريم عليها السلام، شو المصيبة، لأن هذا مادونا عنده في إيطاليا وفي إسبانيا وهذا مادونا يعني العذراء يعني مريم عليه الصلاة والسلام. شوف كيف تتسلل العقائد الفاسدة إلى قلوب الموحدين، في أمام يعني مركز التوحيد أمام الكعبة يطوف الكعبة ويقيسه في الرجل ديالو هذا، قال باش يقول يا الله يا رب الكعبة يا كذا، قال آي مادونا آي العذراء عيسى يعني أم ف يعني بابا يعني الأفضل أن يعوض بأبي بأمي أو دي خليوها بالدرجة أفضل لكم أبا أمي أحسن منها ما كاين شيء أبا أمي. هنا أريد أن أنبه على شيء له علاقة بهذا، الظاهرة الموجودة عندنا بارك الله فيكم هذا التنقيص الممنهج لاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاسم العظيم، هذا الاسم العظيم تجد يعني في كثير من المناطق حتى عندنا في الريف عندكم هنا خلاص في مناطق كثيرة كتلقى محمد إما سيمو، شو سيمو بالله عليك، أنا أرجو والله من إخوان ديالي وأن يبلغوا الغائبين إذا ما كنش عندك استعداد أنك توقر هذا الاسم هذا ما تسميش محمد، ليش تسمي محمد وانت تعيط له سيمو، ليش تعيط يعني تسمي محمد وانت تعيط له حمودة، ها ليش تسمي محمد وحنا عندنا في الركز انه حميت ياك الحاج فريد حميت، هذا لا يليق، لا يليق ان نتنقص هذا الاسم. والله يا اخوان رايت في السنغال بلد اعجمي ومعمر بالخرافات ومش هنقول لكم، ذهبنا الى بعض الادغال هناك ونحن راكبين على من داكار راكبين على البغال تقريبا شي 4 ولا 5 ساعات ووصلنا الى شي ادغال مناطق سكنيه مأهولة بالسكان، عندهم واحد العاطفه عندهم واحد المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لو توجت تلك المحبه بالعلم لسبقونا يعني بامور كثيره جدا. من المحبه عندهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولد لأحدهم غلام وليد وسماه محمد كيبقاو يسميو ويعيطوا له محمد 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 حتى كيوصل سن التمدرس، إذا وصل سن التأديب والتربية والتدريس كينزعوا منه هذا الاسم كيعيطوا له غير الشيخ، فين الشيخ مشى للمدرسة فين الشيخ راه عند الفقيه فين الشيخ راه محفوظ شي راه دبو الفقيه وكذا، حتى يأخذ كفايته من العلوم وما يسر الله له من الفقه عندئذ يعيدون إليه ذلك الاسم يقول الشيخ محمد. سألت أحدهم شيخ يعني من خلص قلت لي ما تنزعون منه هذا الاسم، قال لك لا، قال لك توقيرا لاسم محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن استحق شيئا من التأديب والتربية في وقت التدريس يقع هذا الضرب وهذا التأديب على الشيخ ولا يقع على محمد، يعني إلى هذا الحد، فلا ينبغي يعني أن نتنقص هذا الاسم المبارك يعني على كل حال. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ما هي الشروط التي يجب على المسلم اتباعها للزواج؟ هي التي ذكرنا الشرط يعني الشروط التي ذكرناها أن يختار أن ينتخب أما من الصالحات لأبنائه، هذه المخطوبة بعد سنة بعد سنتين بعد أن يأذن الله عز وجل ستكون أما لأبنائك، فاختر أنت كيف تكون هذه الأم، تريدها مؤمنة موحدة مربية تكون لك عون على أبنائك أم تكون
عكس ذلك والعياذ بالله. فلا بد من هذا الاختيار وهو على رأس الاختيارات الأخرى. نعم. هل إذا سب الزوج الدين أو الرب يفسخ العقد من المسلم أم لا؟ الله العافية. لعل الأمر إن شاء الله خف الآن في هذا، يعني كان كنت ألاحظ يعني في وقت من الأوقات يعني كان هذا الأمر يعني احتد، تسمع في كل مكان وفي كل ميدان هو موجود، لكن لربما إن شاء الله تقلص بعض الشيء. لكن القول الفصل في هذا الأمر، إن كان هذا الإنسان، هذا الرجل الذي يتلفظ بسب الدين أو بعض الأحيان بالتطاول حتى على سب الذات المقدسة الإلهية، إن كان يعي ما يقول ويعني ما يقول فهذا لا سلام عليه ولا كلام، فحسبه أنه قد انتحر، نسأل الله العافية، حسبه أنه صعد إلى أمام إلى 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 صومعة حسان، فوق صومعة حسان ومكتف لي الدين ورجلين، ثم ألقى بنفسه من هناك منتحرا هالكا بائرا والعياذ بالله. أما إن قال هذا وهو لا يعني هذا ولا يقصد هذا، فلا شك أنه على خطر عظيم، ولا شك أن هذا ذنب لا يقابله ذنب ولا يعادله ذنب، لكن لا نقول فيه قولنا السابق، يبقى من أهل الملة، يبقى من أهل القبلة، إلا أنه ينبغي أن يستتاب وينبغي أن يؤدب وينبغي أن يعزر. وأنا سبحان الله قديما لو ترجعون يعني إلى بعض الأشرطة في 1988 في مسجد الفتح في خطبة جمعة، وكنت خصصتها لهذا الموضوع، طالبت فيها مجلس النواب البرلمان عندنا أن يشرعوا قانونا كما يسمونه، يجرمون فيه كل من يتطاول بالسب سب النبي صلى الله عليه وسلم أو بسب الدين والملة أو سب الذات الإلهية، لأنه يؤسفنا جدا حقيقة أنك تسبني ولا نسبك نرفع دعوة ببعضنا البعض برد الاعتبار وهذا، ولا ربما الاستئناف، ولا ربما بمحكمة العدل ومجلس الأمن وهكذا. أما أن يسب الله ورسوله ودينه أمام الناس أجمعين حاكمين ومحكومين، وأنا أعني ما أقول، يسب الله ورسوله ودينه وملته أمام الناس أجمعين حاكمين ولا محكومين، ولا يتمعر وجه أحد ولا يتغير وجه أحد، فهذه والله لها ما وراءها ولها نتائجها. أين الخيرية فينا؟ ماذا تبقى فينا من الخير إن لم تتمعر وجوهنا، تتغير قلوبنا، على الأقل عش غاضبا، أن تعيش غضبانا، أن يسب الله سبحانه وتعالى، أن يسب دينه وأن يسب نبيه وأنت فرحان وأنت ناشط وأنت كذا، هذا لا يليق، لا يليق بحال من الأحوال. فأسأل الله عز وجل أن يرد بهؤلاء، وإن كنا نعلم أن الكثير منهم لا يعي ما يقول، لا يعي يعني حاله أنه يعني ما يعني لا لا يعني لم يستحضر معنى وخطورة ما يقول، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير الجزاء. هذا أنا أستسمح في المسألة هذه يعني في تعليق حضرني الآن، بس شوف يعني أن النصراني مع ضلاله، مع عمكم تسمعوا أن النصراني سب الدين دياله، إخوان ديالنا في فرنسا ولا في هذا ما عم يسمعوش فرنسي كيسب الدين دياله وكيسب الإله دياله وكيسب النبي دياله. اليهودي كذلك ما عمره يسب الدين دياله ولا أبدا، حاشا أبدا. ولذلك يحكي لي خالي، وهذا بسند عالي أحكي لكم، هذا خالي بسند عالي، يعني كان تاجر هنا في سوق صبات في الرباط في أواسط السبعينات، قال لي وكان في فصل الصيف وحنا جالسين برا أمام المتاجر ديالنا كان تبردوا، قال وكان عندي جيران يهود، جوج جيران جالسين حتى هما معنا خارجين الكاسة ديالهم جالسين، قال لي وجاو ذاك الساعة فاش بدا هذا السب الدين والملان، صلى الله العافية، قال لي جاو جوج ديال الشباب مغاربة
وبداو كيتسبوا وكيدابزوا هذا وكيسبوا بعضهم بعض الدين والمله وكذا وهذا. قال لي بعدها قال شي واحد منهم جوج امام ذاك اليهود وامام ذاك خالي وهذا. قال لصاحبه قال شوف اذا بقات فيك وكذا كيحلف فيه، اذا بقات فيك كذا فهو يهودي. قال كعيط لواحد من هذوك اليهودي، اليهود جوج، قال واجي ولدي اجي. جلسوا على الطابله الحلاق، قال له شوف اوليدي اشاد في الدين ديالك اذا بغيت تشد، راه ما كانش اللي غيقبلك، يعني اذا بغيت ترجع عندنا اليهوديه ديالنا راه حنا ما قابلينكش، شد في الدين ديالك اذا بغيت تشد. اليهوديه اليهود لا يقبلون مثل هذه النماذج، واصلا الدين اليهودي لا يبشر به، لا تجد يهودي على وجه الارض يبشر بالدين ديالو، يقول شي واحد اجي دخل معايا في الديانه ديالنا، لانهم يعتقدون انهم شعب الله المختار وغيرهم من ابناء البشر اما خدما او عبيدا له، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. سامحونا على هناك اسئله كثيره، لكن يكفي عليه ان شاء الله. سؤال واحد ولا يجاوب عليه وهو دعاء الشباب، أرى الشباب أن تدعو معهم بزوجة صالحة مصلحة. نعم. أن تدعو مع الشباب بزوجة صالحة مصلحة حتى يعني في الدنيا. في واحد من الشباب ديالنا وجا يطلب وختم القرآن الكريم، وبغينا كنت تختموا القرآن الكريم، اللي يحفظ القرآن الكريم يجي نزوجوا، هذا جاي يلا اللي يحفظ القرآن الكريم يجي إن شاء الله نزوجوا، لا إشكال عندنا هذا. على كل حال واحد من الشباب ديالنا حفظ القرآن وجا وقال لنا انا حفظت القران وبغيتكم تزوجوني. قلت له طيب مزيان، من اراد الطاعه اعين عليها. ما هي المواصفات؟ حنا كنتكلموا على المواصفات، ما هي مواصفات هذه الزوجه التي تريدها زوجه لك واما لابنائك؟ قال كالفقيه انا بغيتها تكون حافظه للقران. الحمد لله شرط عجيب جدا. وشو اخر؟ قال اريدها ان تكون جميله حافظة وجميلة. نعم. ومن بعد قال وتكون صغيرة. ومن بعد وليدو شنو؟ قال لك بغيت تكون شوية ميسورة، ما تكونش فقيرة وكذا. يعني تكون حافظة لكتاب الله عز وجل. وتكون جميلة وتكون يعني ميسورة وتكون صغيرة. قلت له نوض عليا هذه لو كان لقيتها واش ندوزها لك أنت؟ أنا غنقول لك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسمحكم بارك الله فيكم.